اسمع من عندكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احكي لي شنو صار عندكم بهاي المنطقه؟ هاي من 2003 وقعنا هنا صواريخ، يعني صار عندنا وباء امراض سرطانيه قاعد يعني سنه على سنه قاعد تتكاثر الامراض، يعني امراض يعني طلعنا للتربه، قلنا لهم ناشدنا، يعني ناشدنا المحافظه، ناشدنا الدوله، ناشدنا وزاره الصحه، البيئه، ما حد استجاب لنا. اعتقد قبل قليل ذكرت انه فريق طبي، اي فريق هنا احنا جبنا فريق طبي اطباء حللوا التربه، طلع النتائج، طلع 70% منطقه ملوثه نتيجه التلوث. اي 70%. كارثه، يعني كارثه بحق الانسان. هسه مرات تكون قصص موجوده مفتعله، يعني يتم الاتخاذ الاجراءات بها سريعه، لكن من 2003 الى هذا اليوم صواريخ سقطت في هذا المكان، ماكو اي 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 وسيله من الدوله انه تنقذ هذه الناس. مرخصك استاذ. تفضل. حاله عندنا حاله تشويه ما يقرب الا 3 حالات. حالات تشويه. مشاهدنا الكريم، حالات تشويه موجوده ايضا بالاضافه الى الامراض اللي راحت بها الناس. تقريبا 30 حاله.